بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم في حلقه جديده على اساسيات الهندسه الوراثيه. في حلقه النهارده هنتكلم على مقدمه عن الاستنساخ او الكلوننج. وزي ما قلنا قبل كده، كلمه كلوننج ممكن تستخدم في كلوننج للدي ان ايه او استنساخ دي ان ايه، وده مختلف عن الاستنساخ اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. الكلوننج النهارده او الاستنساخ بنتكلم على استنساخ الكائنات، ازاي نكائن نعمل نسخه من كائن آخر. وبالتالي هذا الاستنساخ المشهور إعلاميا والذي اشتهر بعد إنتاج النعجة دولي سنة 97 هو عبارة عن نسخ لكائنات حيوانية إلى نسخة أخرى. هنتكلم إزاي تم استنساخ النعجة دولي، وأول كائن تم استنساخه، وبعد ذلك الفأر تم استنساخه بعد ذلك فيما، ونشوف بعد ذلك إمكانية استنساخ البشر، هل هو ممكن أم لأ، وإذا هل هو معمليا، إذا كان ممكن معمليا أو نظريا فما هي العوائق التي تحول دون ذلك، وهتشوف كل التكنيك والخطوات التي يمكن أن يتم بها هذا الاستنساخ. إن القدرة على استنساخ كائن ما كانت ضرب من الخيال. تمكن العالم إيان ويلموند من تحقيق الاستنساخ عن طريق إنتاج النعجة دولي سنة 1997، ومنذ ذلك الوقت فإن الجدل ما زال قائما حول استخدام وتطبيق نفس التكنيك على البشر. وكما يبدو من هذا النقاش والجدل العلمي، فإن استنساخ البشر أو أي كائن آخر هو عملية سهلة، وسوف نستعرض بشكل سريع الخطوات التي تتم أثناء عملية استنساخ البشر. أولا، من هم المستنسخين أو الكلونز؟ المستنسخين أو الكلونز هم عبارة عن كائنات بتحتوي على نفس المادة الوراثية، أو بمعنى آخر فإننا نجد أن ترتيب وتركيب سلسلة الـ DNA الخاص بهم متشابهة تماما. قبل ظهور النعجة دولي بفترة طويلة، تم ملاحظة وجود نفس أو نسخ متشابهة من الكائنات في الطبيعة أو المعمل، فكان أو أمكن ملاحظة ذلك. مثلا فإننا شفنا التوائم، فإن التوائم المطابقة الناتجة في الإنسان هم في الحقيقة عبارة عن نسخ متشابهة ومتطابقة من بعضهم البعض. كما يبدو أن زراعة الأنسجة النباتية برضو تستخدم لأجل عمل نسخ من النبات، فهذا أيضا هو نوع من أنواع الاستنساخ. قبل سنة 1996 كان من المعتقد أن عملية الاستنساخ يمكن أن تتم فقط عن طريق الخلايا الجنينية والتي توجد في المراحل المبكرة لنمو الكائن. في سنة 1950 تمكن العلماء من إنتاج ضفدع كامل عن طريق من خلايا جنينية للضفدع، وكانت هذه في ذلك الوقت طفرة كبيرة، وكانت أول ظهور لعملية الاستنساخ. بتقوم الخلايا الجنينية بالانقسام عدة مرات لتكون أنواع من الخلايا التي يحتاجها الكائن، مثل خلايا العضلات والدم وغيرها من الخلايا الأخرى. هذه العملية بتسمى عملية التمايز، وعلى الرغم من أن كل هذه الخلايا بتحتوي على نفس المادة الوراثية، إلا أن كل نوع من أنواع الخلايا المختلفة تستخدم جينات معينة فقط لأداء وظيفتها المحددة. قبل إجراء تجربة الاستنساخ في معهد روزالين سنة 1997، كان من المعتقد أنه من المستحيل استخدام الخلايا الناضجة والمتميزة لإنتاج كائن كامل، فكان من المعتقد ان الخلايا التي تميزت بالفعل اللي حصلها ديفرنشيشن من الصعب استخدامها. فمثلا كان من المعتقد ان خلايا معزوله من النعاج قد تنتج فقط خلايا اخرى مشابهه لها، ولكن لا تنتج نعاج كامله. وقد قام العلماء بمعهد روزالين بحل هذه المشكله عن طريق نمو خلايا النعاج المعزوله في ظروف خاصه بيسموها التغذية المحدودة أو starvation، يعني عرضوا هذه الخلايا إلى starvation بحيث
هذه الظروف الخاصة عملت على عدم تميز هذه الخلايا مرة أخرى وعودتها إلى الجي زيرو ستيت أو إلى حالتها الأولية كأنها خلايا جنينية، مما جعل الخلايا تكون في حالة مشابهة للخلايا الجنينية زي ما قلنا، وتسمى الجي زيرو ستيت أو حالة الصفر الخلوية. ثم أخذ بويضة من نعجة أخرى وإزالة النواة التي تحتوي على المادة الوراثية باستخدام إبرة دقيقة، ثم استخدام الصدمة الكهربائية لدمج نواة من الخلايا المعاملة اللي هي الخلايا اللي كانت جي زيرو ستيت دي خدنا منها النواة في مرحلة الصفر الخلوية اللي هي جي زيرو ستيت من مع البويضة منزوعة النواة، يبقى تم دمج نواة من الخلايا الدرعية التي تم تعرضها للاسترفيشن مع بويضة منزوعة النواة من نعاج أخرى. ولو نلاحظ في هذا الشكل فنجد أن النعاج التي تم أخذ الخلية أو النواة من خلاياها الدرعية ذات وجه مميز وهو وجه أبيض، أما الخلايا التي تم أخذ البويضة منها كانت تتميز بالوجه الأسود. وكان العلماء ينتظروا هل البويضة الناتجة سوف تنتج جنين مشابه للأم التي أخذ منها النواة وتكون ذات الوجه الأبيض، ولا هتبقى مشابهة للكائن أو للنعجة التي تم أخذ البويضة منها ولتتميز بالوجه الأسود. وقد تم عمل 277 خلية مدمجة بنفس الطريقة، يعني قد تكررت هذه التجربة لأكثر من 277 مرة. والجدير بالذكر أن خلية البويضة تم عزلها من نعجة زي ما قلنا ذات وجه مميز اللي هي وجه الأسود، ثم تم زرع البويضات المدمجة مع الأنوية في نعاج في رحم نعاج ذات وجه أسود أيضا. فبالتالي عندي ثلاث أشكال: النعجة التي تم أخذ النواة منها كانت تتميز باللون الوجه الأبيض، النعجة التي تم أخذ البويضة منها كانت تتميز باللون الوجه الأسود، والنعجة التي تم زرع البويضة المدمجة في رحمها كانت تتميز بلون أسود أيضا. ومن بين 277 زي ما قلنا خلية مهجنة، استطاعت خلية واحدة النمو لتكوين نعجة صغيرة والتي ولدت في 5 يوليو سنة 1996 والتي أطلق عليها النعجة دولي. وقد وجد العلماء أن النعجة دولي تحتوي على نفس المادة الوراثية والشكل المظهري للخلايا التي جاءت منها النواة الأصلية، النواة فقط اللي هي كانت أخذت من خلايا الدرع، ولذلك فهي نعجة أو فهي نسخة من هذه الخلايا، فهي نسخة من هذه الخلايا. وقد ولدت النعجة دولي نعجة صغيرة بعد ذلك بعد عدة سنوات تسمى بوني بالطرق الطبيعية، وقد تم استخدام نفس التكنيك في معهد روزالين لإنتاج نعاج أخرى تحتوي بعضها على بعض المواد الدوائية النافعة بنفس الطريقة التي تم استخدام النعجة دولي فيها. وقد قال ما العالم ريزو يانجيشماني دوت في هاواي استنساخ فأر من خلايا المبايض، وعلى الرغم من ذلك فقد اختلفت الطريقة التي استخدمت لاستنساخ الفأر في شيئين: واحد، لم يتم نمو خلايا المستخدمة في الاستنساخ على بيئة ولكن تم استخدامها مباشرة، يعني لم يتم نمو الخلايا المستخدمة في الاستنساخ على أي بيئة، يعني ما حصلش starvation ولكن تم استخدامها مباشرة. دي أول اختلاف بين استنساخ الفأر وبين استنساخ النعجة دول. اتنين، تم حقن الأنوية المستخلصة من الخلايا الرحم مباشرة في خلية البويضة منزوعة النواة، يبقى أخذها مباشرة بدون أي starvation وتم حقنها مباشرة في خلية البويضة منزوعة النواة. وقد استخدمت معلمات أو مركز لونية لتتبع الانتقال الوراثي، فمثلا فإن الخلايا المبايض اللي جات منها البويضة
كانت اللي جت من الخلايا كانت من فأر ذو لون بني، أما في حين أن الخلايا البيضاء كانت من فأر ذو لون أسود. يعني الخلايا اللي أخذت منها النواة، النواة التي ستستخدم، النواة التي تحتوي المعلومات الوراثية، كانت من فأر ذو لون بني، أما البويضة التي سيتم زرع هذه النواة فيها كانت تتميز باللون الأسود، والتي تم زرعها زي ما قلنا في بعد دمج الأنوية زي ما اتكلمنا من قبل في أمهات، هذه الأمهات تتميز بالأبيض، وبالتالي الأم التي أعطت البويضة لونها التي أعطت النواة بتختلف عن الأم التي أعطت البويضة، بتختلف عن الأم الحاضنة، ثلاث ألوان مختلفة. بالتالي استخدم هذا العالم الياباني استخدم الماركرز أو المعلمات اللونية في تتبع ما الذي سوف يظهر أو ما شكل الفأر الذي سوف ينتج من هذا الاندماج. هل الفأر الناتج سوف يكون مشابه للأم المعطية التي أعطت النواة، أم للأم التي أعطت البويضة، أم للأم الحاضنة؟ وفي 3 أكتوبر سنة 1997، يعني بعد نهج جدولي تقريبا سنة، تم ولادة الفأرة يوكوملينا ذات اللون البني التي نتجت من هذه التجربة، مشابهة تماما للأم التي أخذت منها النواة، وقد تم التأكد من ذلك عن طريق البصمة الوراثية هو دي ان ايه فينجر برينتينج. وقد قام العلماء بأخذ خلايا من هذه الفأرة المستنسخة لعمل نسخة أخرى منها، يعملوا كلونينج مرة أخرى، وقد نجحوا في الحصول على عدد على حصول على عدد من النسخ لمدة عدة أجيال، وجميعهم كانوا بحالة طبيعية. وقد ماتت النعجة دولي منذ عمر حوالي 6 سنوات، بعد عمر 6 سنوات ومن ظهور دولي، وتم استنساخ عدة حيوانات في العالم منذ ذلك الوقت. ويقدر الملاحظة أن كل من النعجة دولي والفأرة كيوملينا تم استنساخهم من خلايا المبايض الأنثوية، وكذلك تم استنساخ الأبقار بنفس الطريقة التي استخدمت لاستنساخ دولي، وكذلك الخنازير، ثم استنساخ مجموعة كبيرة من الحيوانات زي ما قلنا، والتي يمكن أن تستخدم بعد ذلك في زراعة الأعضاء في البشر زي الخنازير زي ما احنا قلنا. ولكن نظريا كيف يمكن استنساخ البشر؟ هل هذا يمكن؟ بالفعل يمكن طبعا بالشكل العملي، ولكن سوف تتبع نفس الخطوات التي تمت تطبيقها على الحيوان من قبل، وهتبدأ أكيد هذه العملية ببساطة عن طريق رقم 1 عزل بويضة أنثوية من رحم الأنثى ونزع النواة منها، فهتؤخذ بعد هذه البويضة تنزع النواة منها كما نرى، ثم بعد ذلك يتم عزل الخلية الجسدية اللي احنا عايزين نعمل منها الكلونينج أو المراد عمل استنساخ منها، وهذه الخلية الجسدية سواء كانت خلية من الجلد أو من أي جزء جسدي يتم أخذ النواة منها ووضعها في البويضة منزوعة النواة، وضعها في البويضة منزوعة النواة، ثم يتم بعد ذلك زرع البويضة المهجنة اللي هي الجديدة دي، هيتم زرعها مرة أخرى في رحم الأم، مش شرط تكون نفس الأم، ممكن تكون أم أخرى، ولكن قبل أن يتم زرعها بيتم وضع وزرع هذه البويضة المهجنة على بيئة معينة تساعد على النمو وانقسام البويضة اللي هي البلاستيسيست، بنسميها البلاستيس أو البلاستولة. بعد عدة أيام بعد عدة أيام بتبلغ حوالي 50 ل 200 خلية، أول ما البلاستولة دي أو البلاستيسيست توصل من 50 إلى 200 خلية بيتم زرع البلاستولة أو البلاستيسيست ديت في رحم أنثى ناضجة، يتم يزرعها في رحم أنثى ناضجة. وطبعا زي ما عارفين هذا هو التكنيك نفسه الذي استخدم في إنتاج النعجة دولي والفأر اللي احنا اتكلمنا عليه من قبل. وبالتالي فيمكن نظريا
تطبيق الاستنساخ على الإنسان، ولكن حتى هذه اللحظة هناك كثير من المحاذير الدولية لعمل أو تطبيق الاستنساخ على الإنسان، ولكن إمكانية حدوثه واردة. نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد حازت على إعجابكم، ونتمنى التقاءكم في حلقات أخرى من السيادة الهندسة الوراثية، ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.